بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم من يشغل القرآن وهو يريد أن ينام؟ إذا أراد أنه ينام هو يقرأ ما تيسر من الورد، يقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص ويقرأ المعوذتين ويدعو بالدعاء الوارد وينام. أما أنه يشغل المسجل وينام عنده ما يكفي، نعم، ولا يكفي عن الورد.